ورا الخبر آخر خبر بس في المعلومات طبعا وقاعدين نضحي بمورا الخبر. يلا عقوبة شيكابالا عشان نقفل الصفحة، احنا بس مشيناها بتسلسل مع الناس عشان ماشي. يبقى الصفحة مقفولة من أولها لآخرها. بالنسبة للعقوبة بتاعت شيكابالا، لا مش الورقة دي، عايزين الورقة اللي قبلها. راحونك تاني. في ورقة قبلها هعرضها لك الأول وأقرأ منها وبعد كده اتفضل هتقولنا يا جماعة الورقة. في حاجة ثالثا، التظلم المقدم من نادي الزمالك. هو لجنه الاستئناف تنظر تظلم من نادي الزمالك، هي دي بالظبط كده. ثالثا، تحت شلو التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبه الموقعه على محمود عبد الرازق بايقاف 8 شهور وغرامه كذا، قررت اللجنه بعد الاطلاع على ما تضمنه تقريري حكم المباراه ومراقبه. تمام، انا اللي يهمني بس الجمله دي، حكم المباراه والمراقب تعديلها لكذا كذا. طيب، المستشار عادل الشرباجي دخل هنا في مداخله مع كابتن مدحت شلبي وقال له تطابق تقرير حكم المباراه بنفس المكتوب مع تقرير المراقب. طيب، وانا بقى برضو على مسؤوليتي، لم يتطابق تقرير حكم المباراه مع تقرير المراقب لعده اسباب هفندها لك ببساطه. معانا الورقه الثانيه اختار عقوبات نادي الزمالك. لو حكم المباراه كان في الواقعه كان لازم يدين شيكابالا بانذار، يدوا له كارت احمر، بلاش انذار، كارت احمر. ده اختار عقوبات اللي راح لنادي الزمالك: محمد مصطفى كامل البنك الاهلي انذار سلوك غير رياضي، حازم محمد عبد الحميد حازم امام الزمالك سلوك غير رياضي انذار، احمد ابو الفتوح الزمالك مش موجود هنا في حاجه اسمها شيكابالا. فبالتالي اختار العقوبات اللي خرج من الكابتن محمود عاشور لنادي الزمالك، ما ينفعش، ما فيش في شيكابالا، فخلاص انت ما كتبتش حاجه في التقرير. طب هنقول انه كتب، وعندي معلومه انه هيقول انه كتب او اضيفت جمله اللي هقولها لك نصا دي في تقرير حكم المباراه، اللي اتكتبت انه تم هرج ومرج داخل الملعب احدثه محمود عبد الرازق شيكابالا، منعنا كطاقم حكام من الدخول لغرف الملابس. تمام، انت لو شفت الهرج والمرج والحاجات اللي حصلت ليه ما ادنتش شيكابالا؟ طب هل سمعت، لو سمعت بودنك ليه ما كتبتش نفس اللي في التقرير بتاع مراقب المسابقات؟ فاذا تقرير حكم المباراه خالي تماما. نادي الزمالك هو لجأ لمركز التسويه والتحكيم، وانا عارف انه مش هينصفهم لانه طبقا لدرجات التقاضي بتاعت اتحاد الكره واللائحه مركز التسويه والتحكيم مش تبعهم، لازم يروح المحكمه الرياضيه. ملهاش حل غير انه يطلب التقريرين اعتقد قبل ما يتم التلاعب فيهم اكتر من كده، لانه الزمالك صاحب حق. وانا مش متعمد ان انا اتكلم على شيكابالا عشان حاجه، لانه العقوبه كانت من الاول قاسيه او ظالمه. نفس الموقف حصل السنه اللي فاتت لو تفتكر، مباراه البنك الاهلي والاهلي، لما الشناوي شد ميدو سلام، لما شد ميدو سلامه ما ادالوش انذار، ما عجبوش اتحاد الكره، جاب ميدو سلامه وقف الحكم وقال له انت ما اديتش اللاعب كذا كذا، ووقفوه بناء على الفيديو. فبالتالي انت كمحمود عاشور، انت لو في الواقع ليه ما كتبتش؟ فانا بقول لك تقرير الحكم. معلش، انت قصدك مباراه البنك الاهلي والاهلي سنه لما السنه اللي فاتت، يبقى الانتاج الحربي. الانتاج الحربي. ماشي بالظبط. فبالتالي دي المشكله اللي كانت حصلت. فانا بقول لك انه التقرير ده غير التقرير ده تماما، والايام اللي جايه هتبين. والزمالك لو استند على الاثنين دول العقوبه هتنزل، وانا عندي معلومه انه ممكن تنزل يعني الايام اللي جايه. ماشي الكلام.